نعم همام، يسعدني أن ضيفي الآن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يحدثنا عن متابعة أو اليوم الأول للعملية الانتخابية في محافظة السويس. برحب بحضرتك سيادة محافظ في البداية، ولو تكلمنا عن متابعة حضرتك اليوم في مدرسة اللغات التجريبية وأيضا في المدارس في محافظة السويس. اهلا وسهلا بيكم، منورين السويس. قبل ما نتكلم عن المتابعه في اليوم الاول، احنا بنتكلم على ان المنظر اللي موجود ده جاء نتيجه استعدادات سابقه قبل كده، استعدادات سابقه بعقد عده لقاءات مع جميع المسؤولين اعتبارا من مديريه الامن، المحكمه، كل العناصر، مديريه الكهرباء، مديريه المسؤوله عن المياه والصرف وهكذا، وكل المديريات. احنا عملنا لقاءات، استعدينا بشكل جيد جدا. المدارس اللي تم اختيارها لتنفيذ الاستحقاق تم المرور عليها بعناية، تم تجهيزها بعناية، التأمين زي ما حضرتك شايفة من بره، التجهيز بره عشان الناس ما تجيش تقف في الشمس في ظل جائحة كورونا، الاستعداد الطبي لمجابهة هذا العرس. احنا عاملين 2 نسق طبي، نسق من على الباب من بره ونسق على باب اللجنة. ده مش تزايد، ده شكل من الأشكال الوقاية علشان الدولة تستمر في النهج اللي هي ماشية بيه، اللي هو إن شاء الله رب العالمين الأعداد زي ما انت شايفها بتقل جدا، نتمنى إن شاء الله إن احنا نقضي عليها ونبقى زي نيوزيلندا إن شاء الله، 0 إصابات، ربنا يكرم إن شاء الله، وإحنا ماشيين في السكة إن شاء الله. محافظ، لو تكلمنا أكتر عن الإجراءات الاحترازية داخل اللجان. الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، حضرتك من بره خالص، احنا عاملين تباعد في الصفوف بين الناس وبعضها، كشف على الناخب وهو داخل من بره، بنقيس درجة الحرارة، بنتأكد انه معاه وسيلة الوقاية للوجه المناسبة، بيخش جوه اللجنة، بنعيد تاني نفس هذا الكلام، وزي ما حضرتك شفتي وعند معنا الأدوات الكافية، سواء مطهرات، سواء قمامات وجه، سواء كاشف حرارة على باب اللجنة نفسه، بحيث ان احنا بنضمن ان ما يحصلش حالة تسرب واحدة تزود لنا الأعداد او تخلي فيه مشكلة عندنا في حاجة. زي ما قلت لحضرتك، ده مش تزايد، ده شكل واضح للحفاظ على ما وصلنا إليه إن شاء الله. ده من حيث الناحية الطبية. من حيث الناحية التنظيمية الانتخابية، زي ما أنا كلمت حضرتك إن جميع الناس عملنا لقاءات بيهم، نزلنا على الأرض بعد اللقاءات دي، ما هيش لقاءات مكاتب بس، نزلنا على الأرض شفنا بعنينا كل ما قلناه وكل ما لم نقوله وراجعنا كل حاجة، كان في بعض المشاكل حليناها وإحنا واقفين على الأرض بواسطة اللجان اللي منتشرة في كل حتة، حتى اللي عايزة أكتر من يوم للحل تابعنا حلها ونزلها لها لجان تاني. اللي أقدر أقول إن إحنا جاهزين بشكل جيد إن شاء الله رب العالمين، بحيث بنيسر في النهاية الأمور للناخب إنه يجي يتفضل أهلا وسهلا. إحنا في السويس عندنا هنا بنراهن على وعي الناخبين بتوعنا، إحنا إن شاء الله في الاستحقاق الدستوري اللي فات كانت السويس الثالثة على مستوى الجمهورية في النسبة، بنراهن إن السويس إن شاء الله هتتقدم كمان النوادي، لأن زي ما حضرتك شفتي من بره كده إن معظم الناخبين عندنا في السويس هم شباب، واحنا بننفي المقولة ان الشباب دائما متمرد وغضبان من، لا لا لا، الشباب شايف بعينه وشايف الدولة وشايف مصر وهي بتتبني وشايف مصر وهي طالعة لقدام، فالشباب لازم يشارك. حتى انا كنت بقول لهم وبتكلم معهم وبقول ايه، ان احنا عندنا مجموعة من المرشحين وناخبين، انا لو ليا ناخب معين احنا واقفين على مسافة واحدة كجهاز تنفيذية ودولة من جميع الناخبين، انا كناخب بقى كشاب من الشباب اللي موجودين بره، لو ليا ناخب هختاره، طب حتى لو ماليش ناخب ماجيش، لا اجي واقول ان مالي حط صوتي، لكن لازم اسجل وجودي ولازم اسجل حياتي النيابيه تبقى موجوده، علشان خاطر ده شكل من اشكال بناء الدوله. فاحنا نتمنى ان شاء الله رب العالمين زي ما قلت لحضرتك ان السويس تتقدم في الترتيب ان شاء الله، وان العمليه الانتخابيه تبقى بشكل جيد. احنا عندنا يمكن الاعداد دلوقتي بس النوبة اللي فاتت كانت كده برضو في الاستحقاق الدستوري اللي فات، الفترة الصبح دي اللي هي الشمس بتبقى قوية فيها ودرجة الرطوبة عالية، وبالإضافة لأن النهاردة يوم عمل رئيسي يعني ما فيهوش أجازات ولا ادينا تعليمات إن الأشغال تاخد أجازات من عشان تروح تصوت، لا 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 لا، وإحنا النوبة اللي فاتت ادينا نفس الكلام ونفس التعليمات وما خدناش حد من شغله. لكن اللي إحنا بنقوله إيه، إن إحنا عندنا شكل في السويس هنا إن بعد انتهاء يوم العمل الناس بتروح تحضر الانتخابات، بالإضافة لإن الجو لما بيتحسن في الفترة المسائية الناس بتزيد والأعداد بتزيد، وده اللي إحنا بنراهن عليه أكتر، وإن شاء الله رب العالمين نأمل إن اليومين يعدوا بشكل جيد ومحترم، وإن الدولة تحقق استحقاقها الدستوري المناسب علشان صورة الدولة مع نفسها وأمام العالم إن شاء الله.
فندم بالتأكيد هناك غرفة عمليات بتتابع على مستوى المحافظة، لو تكلمنا أيضا عن متابعة حضراتكم من غرفة العمليات والتنسيق دايما مع الجهات المعنية. تمام، هو زي ما حضرتك بتتكلمي تحديدا كلام دقيق جدا، احنا عندنا غرفة عمليات رئيسية في المحافظة فيها عنصر من جميع المديريات والهيئات والإدارات ومن كل حتة، فيها عنصر موجود من داخل غرفة العمليات دي. غرفة العمليات دي غرفة المحافظ الرئيسية، وموجود فيها عنصر من المحافظة دائم اللي هو مدير إدارة الأزمات عندنا في المحافظة، وعندنا جميع العناصر سواء من الداخلية، قوات مسلحة، نعم، مديريات كل أحوال. الزميلة نسمة الشافعي من محافظة السويس، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، وشكرا أيضا موصول لسيادة المحافظ على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة.